السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بكلام الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجريء. النهاردة حلقة مختلفة عن باقي الحلقات. معانا النهاردة محورين. أول محور هنتكلم عن فخامة رئيس الجمهورية. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان النهاردة في محافظة السويس يتفقد مشاريع الأنفاق. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها أو العالم كله فيها وهو فيروس كورونا، ربنا يرحمنا بإذن الله ويطلعنا من اللي احنا فيه، وربنا يرفع عنا وعنكم البلاء والوباء. قبل مبدأ الحلقة وقبل ما اطلع لتقرير خارجي عن زيارة الرئيس بمحافظة السويس، احب اعيد على الأمة الإسلامية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. طبعا الرؤية بانت إن شاء الله الصيام الجمعة مع السعودية. كل عام وأنتم بخير، وربنا يعود علينا الأيام المفترجة بخير وسلام، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء. رب كده نحافظ على أنفسنا ونحافظ على جيراننا وحبايبنا وإخواتنا، ويعني الأصدقاء، الناس اللي هي يعني مش فاهمة إيه كورونا. كورونا ده حاجة كبيرة، الناس بالألاف بتموت فيه طبعا زي ما احنا شايفين على مستوى العالم، وكل يوم النسبة بتزيد. يعني الدولة خايفة على المواطن، ياريت زي ما الدولة بتخاف على المواطن كده وقفلة جميع المصالح ولسه الحظر شغال، ياريت نخاف على أنفسنا وعلى أصحابنا وأصدقائنا وحبايبنا وبيوتنا، على أساس الموضوع كبير مش صغير. هنطلع كده نتفرج، ياريت لو السيد المخرج جاهز يطلعني لتقرير السيد رئيس الجمهورية وهو بيتفقد الأنفاق، ونشوف كلمة السيد الرئيس ونرجع تاني. We'll be right back.
مشاهدينا الكرام، طبعا شفنا فخامة الرئيس بمحافظة السويس، تقرير صغير كده من داخل محافظتي اللي أنا بفتخر بيها وهي قاطرة التنمية السويس الباسلة، بلد الأبطال، بلد الرجالة، بلد الصمود، بلد المصانع، يعني بلد يعني مهما هقول وعيد وزيد طبعا كلنا نعرف ونسمع عن السويس اللي هي عانت في الحروب لحد ما حمت طبعا جمهورية مصر العربية كلها طبعا في الحروب. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الزيارة السريعة في افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2. طبعا شفنا مقطع فيديو عن زيارة الرئيس، وطبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها يعني الرئيس ما ينزل محافظة السويس كده ويفتح نفق الشهيد احمد حمدي رقم 2، حاجة طبعا يعني في قاطرة التنمية، حاجة محسوبة للسويسة ومحسوبة لجمهورية مصر العربية كلها، لان السويس تستحق المزيد والمزيد من افتتاح المشاريع القومية لان هي قاطرة التنمية. طبعا السويس زي ما احنا قلنا بلد المصانع، بلد المواني، بلد الخمس مواني، بلد يعني كل حاجة فيها، يعتبر هي محافظة فيها 27 محافظة. وبكده هنكون انتهينا من افتتاح يعني نفق الشهيد احمد حمدي 2. وطبعا شفنا حاجة جميلة جدا واحنا جايين مدينة الانتاج الاعلامي، كانت حوالي الساعة 5:15، كنا على الطريق بعد ما عدينا 109، شفنا طبعا الموقف بتاع الرئيس معدي ومعديين احنا بالعربيات، ولا في حد بيوقفك ولا في حد يقولك امشي بعيد، زي بالظبط ما صورنا وسجلنا مع الرئيس الاوكراني في مدينة اوديسا، ما كانش في حد بيتكلم معانا، الموضوع عادي. وفعلا الموضوع في مصر الموضوع عادي، ما فيش الكلام اللي احنا بنسمعه، حدش يقدر يعدي، ما حد، لا والله احنا معديين، ودي شهادة حق، عدينا على طريق السويس بعد 109 واحنا رايحين مصر، حاجة جميلة جدا. الموقف بتاع الرئيس معدي والحرس الجمهوري، وحاجة يعني تشرف فعلا. بنشكر السيد رئيس الجمهورية، بنشكر السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بنشكر وزير التنمية المحلية، بنشكر وزراء مصر، وبنشكر السيد طبعا محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر على يعني الدفعة اللي دفعها لمحافظة السويس خلال عام ونصف، ويعني السويس بقت حاجة جميلة. وبكده هنكون انتهينا من زيارة السيد رئيس الجمهورية. احنا معانا طبعا استغاثة على الهواء مباشر من رجل اعمال بمحافظة السويس، وهو الحاج اسماعيل رضوان صاحب شركات الرضوان بمحافظة السويس. الراجل ده طبعا ليه بصمة كبيرة، جبناه اكتر من مرة عندنا هنا في قناة الصحة والجمال، وجبناه في قناة الحدث، وجبناه في كل القنوات الفضائية. الراجل ده ليه بصمة كبيرة، عمل لله في حاجات كتيرة، وعمل يعني في محافظة السويس 14 كيلو اللي هو في نطاق حي عتاقة، اللي هو طريق الأدبية وطريق السخنة أمام السويس للصلب، وأمام طبعا اسم شرطة عتاقة. الراجل عمل 14 كيلو هناك، كان فيه هناك زي مباني وتلاجات، وفيه هناك زرع وفيه بوص والحاجات دي، وفيه طبعا يعني الحيوانات من كلاب ضله لقطط لتعابين للحاجات اللي هي عامله زي اسمها الطريشه الحيوانات دي. الراجل طبعا اخد المعدات بتاعته واخد العمال، اول ما السيد محافظ السويس اللي هو عبد المجيد صقر، وطبعا الدكتور عبد الله رمضان والسكرتير العام والسكرتير المساعد والجهاز التنفيذي كلف الراجل بالموضوع، نزل بكل ما هو عنده من معدات لعمال، ونزل بنفسه قعد اكتر من 3 شهور و10 ايام هناك، حتى الناس كانت بتعيد هناك في الجبال، وهو كان بيعيد في الجبال هناك عشان يخلي السويس نظيفة ويخلي السويس جميلة. احنا هنعرض له تقرير طبعا على الهواء مباشر من طبعا نطاق السخنة، بس هو ليه مظلمة وليه استغاثة عندنا هنا في البرنامج وعلى قناة الصحة والجمال. طبعا احنا ما بنعرفش نتهم حد بالباطل، ولا بنعرف يعني نقول اي حاجة. طبعا احنا
هنتكلم بالمستندات. احنا طبعا معانا امامنا على الشارع ده اللي امامنا على الشاشه ده طريق السخنه اللي طبعا الحاج اسماعيل رضوان صاحب شركات الرضوان طبعا طوره. الطريق ده كان كله زي ما احنا شايفين كده طريق نظيف اهو، والبحر هناك بان والمساكن بانت وكل حاجه بانت. الطريق ده كان كله مباني وكان كله زرع وكان كله يعني كان هناك نظام ثلاجات والكلام ده. الراجل بعد ما كلفه السيد المحافظ خلى الطريق بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين، هناك البحر بان وهناك المساكن بانت. الطريق ده بقى له اكتر يعني من 80 ولا 70 سنه ما حدش مد ايده فيه، واتغير كذا محافظ على الطريق. فطبعا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبعا بتكليف من السيد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر تم الطريق بالطريقه دي كده. كان في طبعا كاس الامم الافريقيه في محافظه السويس، وتم تكريم الحاج اسماعيل من السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ومن السيد محافظ السويس. وطبعا السيد محافظ السويس صراحه كده في نادي النصر للبترول او في الاكاديميه قال محدش وقف جنبي غير الراجل ده الحاج اسماعيل، هو اللي طور الطريق. انا معايا الحاج اسماعيل رضوان على الهاتف. مرحب بيك يا حاج اسماعيل. مرحب بيك يا زاني. حاج اسماعيل احنا النهارده طبعا بنعرض لك شغل على الشاشه، وهو طريق السخنه من اول طريق الادبيه لحد اسم عتاقه. زي ما احنا شايفين كده الطريق امامنا على الشاشه كان مليان بوس وخوص وكان مليان مباني قديمه، فانت طورته. احكي لي على الطريق ده. والله يا استاذ هاني دي بلدنا، و ننظف في بلدنا يبقى احنا نضاف. لما نقف مع سياده المحافظ الراجل اللي ضيف عندنا في البلد يعرف ان البلد فيها رجاله، لكن النهارده هيطلب مننا ان احنا ننظف في بلدنا ونعمل نفسنا مش واخدين بلدنا مؤاخذه، يبقى احنا ناس مش كويسين. احنا نشدنا جميع رجال الاعمال انها تتعاون مع سياده المحافظ، استجاب للدعوه الحاج خليل سعيد وبعض رجال الاعمال في البلد والحاج عبد الحميد الكرماوي وناس كتير يعني وقفت مع سياده المحافظ ومع الدوله وفي ظهرهم لغايه النهارده، والحمد لله لو طلب مننا اي شيء احنا لغايه اخر نفس مع الدوله ما اقدرش نسيبها، وده واجب علينا اتجاه الدوله بش بش يعني حاجه في بلدنا ولازم تتعمل، لو ما عملناهاش يبقى احنا ناس مش كويسه. طيب يا حاج اسماعيل، غير الطريق ال 14 كيلو اللي امامنا طبعا طورت انت الشارع اللي امام مديريه الطرق هناك طبعا هنعرضه على الشاشه، وعملت تطوير اللي هي الجنينه اللي امام الشركات وهو شارع صلاح نسيم، طبعا ده يعني يعتبر اغنى ثالث شارع على مستوى العالم. كلمني على الجناين اللي في شارع صلاح نسيم. والله يا استاذ هاني ده برضو كان تكليف من سياده المحافظ بتطوير الجنينه، وكان اللي اسهم فيها برضو بالشيء الاكثر الحاج خليل سعيد، مش احنا لوحدنا، وجهاز التدخل السريع كان معانا والزراعه كان معانا وكان معانا ناس كتير من القيادات بتاعه المحافظه صراحه، وعملوا انجاز عشان نبان في يعني ان البلد بنظفه بتاعتها، ومنطقه على العموم لازم يتعمل فيها الصح عشان تبقى كويسه وتبان بمنظرها الجميل ايام الدوره. فالحاج خليل سعيد كان من الناس اللي ليها دور كبير في هذه الجنينه برضو معانا، راجل ساهم باكبر مجهود فيها يعني. طيب يا حاج اسماعيل، قبل ما اخش على المظلمه بتاعتك، عندي هنا امامي توكيل وعندي حكم على واحد من السنبلاوين، وهو طبعا في منطقه اسمها تميل امديد بالاهليه. قبل ما اعرض المظلمه دي كلمني انت، بقالك النهارده 28 سنه مع القوات المسلحه مع الجيش، ومعايا انا طبعا هعرض على الشاشه شهاده بلم السلاح وتكريمك من رئاسه الجمهوريه بدرع رئاسه الجمهوريه. كلمني عن السلاح اللي انت بتلمه، طبعا الخونه والارهابيين والناس اللي عاوزه تضر مصر، طبعا انت بتحمي المواطن والجنود من الكلام ده. كلمني بقالك 28 سنه مع القوات المسلحه. والله يا استاذ انا احب اقول لك ان احنا اي سلاح شارد، الناس العرب الكويسين الناس النضاف الافاضل اللي بيتعاونوا معانا يعني بيلاقوه في الجبل وهم ماشيين، الناس بتتصل بينا وبناخد مأمورية من الجيش الثالث او من فرقه 19 وبنطلع نجيب السلاح الشارد
سواء كان متفجرات او سلاح بيسلموه العرب او ذخيره او اي شيء بيلاقوه او مدافع قديمه او دانات او تي ان في قنابل ما اتفجرتش، فبنلمه وبنسلمه بمساعده الفرقه 19 وبنسلمه لقياده الجيش، وهم بيسلموا لنا اسلحه وذخيره صراحه لاصابه اي حد بدل ما حد ياخده يتعامل بيه مع الجماعه الارهابيين او يبيعوا للجماعه الارهابيين. فاحنا بنلمه من الجماعه العرب ومن الناس اللي هي بتعرف يعني اي حاجه بيلاقوها في الجبل احنا بنجيبها وبنسلمها لقياده الجيش الثالث باوامر سياده وزير الدفاع، تمام؟ فما نقدرش ان احنا نشوف حاجه غلط ونسيبها او ما نبلغش عليها، عشان ده برضو عيالنا والجيش كله اولادنا واولاد ولادنا، ولازم نقف مع الدوله ونقف مع الجيش ومع اي حد يطلب مننا، طالما فينا نفس ان احنا نساعد لازم نقف معاهم. نشكرك على الروح الوطنيه اتجاه جمهوريه مصر العربيه واتجاه جنودنا ورجال القوات المسلحه ورجال الشرطه. حاج اسماعيل، انا سالتك قبل كده في مداخله هاتفيه، قلت لك انت هترشح نفسك للانتخابات، هتنزل المحليات، حد من اولادك هينزل الانتخابات؟ قلت لي لا احنا مالناش في الكلام ده. شفتك الاسبوع الماضي طبعا عامل شنط للناس اللي هي المحتاجه والناس الغلابه والكلام دوت. كلمني بقى ايه موضوع الشنط وايه الموضوع ده؟ احنا طبعا ولا صورنا حد وهو بياخد شنط ولا حد جاب لنا صور من الكلام ده، احنا هنعرض بس الحاجات اللي انت بتوزعها. والله يا استاذ هاني احنا عندنا في الشركه ابني عامل صندوق كفاله يتامى، عندنا 4019 واحده عينينهم بكارنيهات الشركه رسمي، بيقبضوا قبض كل شهر، واي مناسبه بتيجي فيها رمضان، فيها العيد، فيها مولد النبي، فيها الكلام ده، بنجيب لجميع الناس ديت والشنط بتاعتها وبنعملها لها، ولازم نفرقها عن الناس الغلابه. وعملنا شنط في وجود الفيروس، الناس قعدت من الشغل وبقت ظروفها يعني على قدها، ففي ناس رشت الشوارع وناس زي السيد عنان رش الشوارع وناس كتير يعني غيره تبرعوا برش الشوارع والحفاظ على الدوله. احنا عملنا حاجه غير رش الشوارع، ان احنا نجيب شنط فيها اكل وشرب ونقف مع الناس الغلابه مع الدوله، بدل ما الناس قاعده من الشغل وبيشتري حاجه، لعدم الجريمه، لعدم محاربه الفساد، بنعمل حاجه تساعد الناس. طب خليك على معايا قدرتنا يا حاج اسماعيل، خليك معايا، انا معايا الاستاذ معتز دلوقتي من تمي طبعا التمديد. مرحب بيك يا استاذ معتز. اهلا بيك يا باشا، ربنا يبارك. استاذ معتز، انا معايا رجل اعمال من محافظه السويس الحاج اسماعيل رضوان، طبعا في مظلمه ليه معاك، بيقول ان انت دلوقتي هو ليه عندك 400,000 جنيه وجايب لحضرتك حكم، وانت عملت توكيل واخدت محامي زورته توكيل ورحت اتنازلت على القضيه، الكلام ده مظبوط؟ لا طبعا مش مظبوط. طب ايه اللي حصل ايه اللي حصل يا استاذ معتز؟ ازاي اعمل توكيل باسم واحد تاني؟ ازاي اعمل له توكيل؟ طب ايه اللي حصل؟ الراجل ده جه خد فلوسه، بعت المحامي بتاعه والسواق وتفاوض معايا وخد فلوسه. خد فلوسه؟ بعد ما خد فلوسه عمل لي توكيل بالتصالح، وخدنا التوكيل ورحنا استعلمنا عليه في الشهر العقاري، وبعد ما استعلمنا عليه في الشهر العقاري المحامي دخل وتصالح بالتوكيل. بعد كده اتفاجئنا ان الحاج اسماعيل دوت جاي عند المحامي العام وعامل بلاغ، عمل بلاغ واتهم فيه ان انا والمحامي عملنا توكيل مزور. المحامي العام بعت استعلام للشهر العقاري. طيب يا استاذ معتز، للشهر العقاري طلع استعلام. طيب خليك معايا، خليك معايا الخط، الحاج اسماعيل هيرد عليك، رد عليه يا حاج اسماعيل. الو، انا كل اللي انا هقدر اقوله ان في قضاء، نزيه، وهروح نستكتب في الطب الشرعي وهنتبصم وهناخد حقنا بامر الله، وفي حكومه نزيهه في المنصوره هتجيب لنا حقنا، وهعرفه ان التوكيل ده مضروب ومزور ولا لا. لما نروح الطب الشرعي نستكتب ونتبصم هناخد حقنا ثالث مثالث ان شاء الله بالقضاء الشامخ والنزيه باذن يعني الله. يعني يا حاج اسماعيل انت ما خدتش فلوسك من الاستاذ معتز؟ قرايبه شاهدين عليه، هناك في السنبلاوين، حموده والشيخ اخوه، قرايبه نفسهم شاهدين عليه ان هو بيقول كلام كذب، تمام؟ وان هو عمل توكيل مضروب، وان شاء الله لما اروح الطب الشرعي هنثبت الكلام ده وهنطلعه على التلفزيون وهناخد حقنا. طيب يا استاذ معتز، الحاج اسماعيل باع التوكيل للقناه والشاشه والبرنامج الجريء، باع التوكيل، بيقول التوكيل. بص يا استاذنا، اتفضل
اتفضل. الحاج اسماعيل الناس اللي بيستشهد بيهم دولت بيديهم رشاوي يوديها بعربيه حمراء للامناء الشرطه في 8 الهمدان اللي هو اتونس معاه مقابل التوكيل. طب ما هو الحاج اسماعيل من السويس، هو يعرف حد هناك؟ رد يا حاج اسماعيل. ازاي ما يعرفش حد هناك؟ التوكيلات كان انا ما اعرفش مين المحامين اللي راحت اتنزلت له اللي هو جايبها الباطل. انا عم يا استاذ هاني بناشد القضاء العالي في مدي التمديد دي والمنصوره ان هو يودينا الطب الشرعي نتبصم ونستكتب عشان يبين كذب الراجل دوت وناخد حقنا. باشا وانا هروح استكتب ولو طلع عندي الامضه بامضتي او البصمه ببصمتي او حد بصني انا اتحاسب باي اي القضاء. خلاص يبقى انتوا بينكم القضاء. طبعا انا القضاء امامي الحاج اسماعيل دلوقتي امامي الحاج اسماعيل. شكرا يا استاذ معتز، شكرا على المداخله. شكرا. انا دلوقتي امامي الحاج اسماعيل باعد توكيل بيقول التوكيل ده مزور طبعا في تمي الامديد بالاهليه في الشهر العقاري هناك، وبيتهم الاستاذ معتز. طبعا احنا برنامجنا بنجيب الراي والراي الاخر، دخلنا الاستاذ معتز بيقول لا التوكيل صح والحاج اسماعيل اخذ فلوسه، والحاج اسماعيل يقول لا وفي قرايبه شاهدين على الكلام ده. طبعا بينهم القضاء. يا ريت يا ريت يا ريت القضاء يكون يشوف حل في الموضوع بتاع التوكيل. وطبعا الحكم الامامي ده طبعا حكم على معتز اللي انا لسه مدخله مداخله هاتفيه، وهو بيقول لا الحاج اسماعيل اتصالح لي، وهو بيقول انا ما اتصالحتلوش ولا رحت اصلا البلد دي، ده التوكيل ده توكيل مزور وراحوا الشهر العقاري زوروه. في طبعا قضاء عالي وفي قضاء عاجل وفي قضاء محترم. وطبعا انا معايا دلوقتي قريب الاستاذ معتز، طبعا الاستاذ حموده من السنبلاوين. مرحب بيك يا استاذ حموده. مرحب بيك يا باشا. استاذ حموده كلمني عن حالات كورونا اللي عندكم، ايه الاخبار عندكم في تمي الامديد؟ ايه الاخبار عندكم؟ ما عندناش حاجه يا باشا الحمد لله. يعني تمام الحمد لله؟ تمام الحمد لله. ربنا يرفع عن مصر البلاء والوباء. الله يا رب يا رب. استاذ حموده انا شاهدك شهاده حق على الهوا كده، حضرتك من تمي الامديد طبعا ده اهليه. من تمي الزهير. يا ريت في موضوع كده كان الحاج اسماعيل رضوان رجل اعمال محافظه السويس استغاث ببرنامج الجريء وبقناه الصحه والجمال، طبعا بيقول في توكيل مزور وفي حكم على واحد قريبك اسمه معتز. عرفني الموضوع ده كده. الموضوع ده يا باشا ان انا كنت خدت شويه معدات من الحاج اسماعيل. تمام. وخدت معتز بن عمد انضلو شيكين بنكيين. تمام. ب 400,000. تمام. الكلام ده من 3 سنين. ومضينا الشيكين البنكيين وجينا اتكلنا على الله ان كنت شاري المعدات دي منه ب 3,163,000 جنيه. تمام. المهم اتبقى ال 400,000 دول وقعدت 7 شهور. طبعا ابن عمي خد الفلوس وما وصلهاش للحاج اسماعيل لحد النهارده. يعني ما دفعش الفلوس لحد النهارده الحاج اسماعيل؟ لحد النهارده. اصل انا دخلته على الهوا دلوقتي في مكالمه هاتفيه. قال لي التوكيل دوت مظبوط وانا اديته الفلوس. التوكيل مزور. التوكيل مزور. وانا يعني شاهد بالكلام ده. يعني هو ابن عمك وانت شهاده حق امام الله. يابا اصل انا ما بحبش الغلط، اصل انا مودعه عند الراجل وانا اعرف الحاج اسماعيل بقالي سنين وداخل بيته واكل فيه عيش وملح، فانا بقى الخيانه ماليش في الخيانه. انت بقول شهادة الحق. انت استاذ حموده راجل محترم وشهاده الحق دي عند ربنا حاجه كبيره، وبنشكرك وكل سنه وانت طيب بمناسبه شهر رمضان. 400,000 خدهم 480,000 مني انا. مين اللي خد ال 480؟ يعني هو خد عطلت فلوسه 80,000 جنيه. قال لك انا خدت رفض على الشيكات، انا عايز على كل 100,000 20,000. يعني التوكيل اللي امامي ده مزور؟ مزور يا باشا. والحاج اسماعيل ما اخدش فلوسه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه والله. في مين؟ في معتز. طيب يعني الحاج اسماعيل رضوان من محافظه السويس ما اخدش فلوسه؟ محترم وحقاني وابن حلال، الراجل دوت هو اللي ضلالي. انا اللي بقول لك شهاده الحق. اشكرك شكرا. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا في البرنامج وعندنا في قناه الصحه والجمال الراي والراي الاخر، وطبعا ادي واحد قريبه من السنبلاوين من تمي الامديد بالدقهليه الاستاذ حموده دخل قال انا قريبي ما دفعش الفلوس والفلوس دي عنده والتوكيل اللي عندكم مزور. طبعا احنا بنعرض الكلام ده في قضاء محترم
وما فيش حد فوق القانون. لو الحاج اسماعيل رضوان ليه فلوس ان شاء الله القضاء هيحكم له بيها، والناس اللي زورت طبعا السجن مفتوح، ما فيش حد فوق القانون. وبكده هنكون انتهينا من طبعا الحكم او المظلمة اللي الحاج اسماعيل رضوان عاوزها من الراجل اللي كان معانا الاستاذ معتز. طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، احنا شفنا حاجات كتيرة قوي في محافظة السويس، شفنا تطوير على اعلى مستوى، وشفنا كل حاجة يعني على اعلى مستوى من السيد محافظ السويس ومن الجهاز التنفيذي. كان عندنا في محافظة السويس طبعا من يومين شم النسيم طبعا عيد الربيع، يعني كان في سيطرة أمنية من السيد رجب عبد العال اللي هو رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، وطبعا من أول يعني عسكري لحد مدير الأمن بالضباط فرضوا السيطرة على كورنيش السويس الجديد وكورنيش السويس القديم بشارع بورسعيد والحدائق العامة بمحافظة السويس والشوارع الجانبية والداخلية. طبعا ما فيش حد كان بينزل في الحدائق طبعا خوفا على المواطنين، واحنا بنشكر طبعا السيد محافظ السويس والجهاز التنفيذي على المجهود المحترم اللي هو شفناه خلال الأيام الماضية من النظافة ومن الورود والزرع والجناين والمية اللي هي بتترش في الجناين خوفا على المواطنين. وبنشكر شعب السويس البطل العظيم اللي هو سمع قرارات رئيس الجمهورية وسمع قرارات رئيس الوزراء وسمع قرار محافظ السويس وسمع قرار مدير الأمن وتنفيذ التعليمات. الناس قعدت في البيوت طبعا، التزمت في البيوت، ما فيش حد نزل يوم عيد الربيع اللي هو شم النسيم. وطبعا احنا بنعيد على اخواتنا الاقباط، اخواتنا المسيحيين، بنقول لهم برضو كل سنة وانتم طيبين. معلش بقى هي الظروف جت كده، اديكم شايفين المساجد مقفولة، الكنائس مقفولة، كل حاجة مقفولة عشان نطلع بس من البلاء والوباء اللي احنا فيه، فيروس كورونا. وان شاء الله الايام القادمة هتكون ايام خير وسعادة على ان شاء الله الشعب المصري، وربنا يحفظ العالم العربي كله من البلاء والوباء، وربنا من عنده كده ان شاء الله يعني هو اللي هيطلعنا من عنده. فطبعا احنا كان عندنا برضو الحاج اسماعيل رضوان بعت حكم من لواحد في البساتين، طبعا حكم بثلاث سنوات، واحد اسمه رمضان احمد من البساتين. مش عارف ايه الحكايه، الناس في ايه بالظبط، الناس عليها احكام ما بتدفعش الفلوس اللي عليها. فان شاء الله احنا يعني بنناشد الناس يا ريت يخلصوا الحاجه اللي عليهم كده، وما فيش حد يعمل توكيل مزور، وما فيش حد يجيب محامي يرشي اي محامي يبعته طبعا الشهر العقاري ويخش يعني في ربنا قبل كل شيء. الناس المفروض تعرف واللي في ربنا، ادينا شايفين كورونا عاملة ايه في الالاف على مستوى العالم، الناس بتموت كل يوم، الناس بيجيلها الامراض كل يوم. يعني بدل ما نخش قدام القاضي ونقول التوكيل دوت توكيل صحيح ونقول الراجل ده اخد فلوسه ونظلم الراجل، لا، التوكيل ده توكيل مش صح زي ما قال يعني الحاج اسماعيل رضوان والكلام ده. طبعا احنا سألنا الحاج اسماعيل رضوان على السلاح الشارد اللي امامنا على الشاشة والكلام ده، اهو امامكم على الشاشة زي ما احنا شايفين كده، السلاح الشارد اللي بيلموه طبعا من الجبال وبيلموه من ايد الناس خوفا وحفاظا على القوات المسلحة وجنودنا ورجال الشرطة الامن الداخلي. ادينا شايفين كده امامكم على الشاشة الحاجة اللي قال عليها طبعا الحاج اسماعيل رضوان، ودي صورة للسيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ السويس، هم بيكرموا طبعا الحاج اسماعيل رضوان على طبعا طريق السخنة ال 14 كيلو اللي اتعمل. ودي شهادة لم السلاح اللي امامنا اللي هو بيلم بيها السلاح اللي كانت امامنا على الشاشة. طبعا الصور تتحدث عن نفسها، وده طبعا عبد الله رضوان ابن الحاج اسماعيل رضوان مع السيد الفريق زي ما احنا شايفين كده. احنا معانا على الهاتف رجل اعمال من محافظه السويس الحاج مصطفى ابو غبام. مرحب بيك يا حاج مصطفى. مرحب بيك يا استاذ هاني، وكل سنه وانت طيب، وشعب مصر وشعب السويس بخير بمناسبه شهر رمضان وبمناسبه عيد الربيع وبمناسبه عيد سينا كمان يوم 25 ابريل ان شاء الله كمان عيد سينا، وربنا يبعد عننا الوباء
زي ما سيادتك بتقول، وكل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. النهارده فخامه الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في محافظتنا وهي محافظه السويس قاطره التنميه، كان طبعا تم افتتاح نفق الشهيد احمد حمدي 2. كلمني النهارده عن زياره الرئيس. انا عايز اقول لك زياره الرئيس النهارده اسلجت صدور كل السويسه بافتتاحه النهارده مشروع نفق الشهيد احمد حمدي 2 اللي هيخف الضغط عن نفق الشهيد احمد حمدي 1. كنا بنشوف العربيات النقل اللي بتقف من اول نفق الشهيد احمد حمدي لغايه قريه عامر. برضه شويه المشروعات اللي فتحها سياده الرئيس حاجات جميله جدا وحاجات كويسه. انا عايز اقول لك ان سياده الرئيس الفتره اللي فاتت دي بالقرارات الاحترازيه اللي خدها قرب للشعب المصري كله، يعني اثبت ان هو اب فعلا لكل الشعب المصري. قرارات احترازيه جميله. احنا كمان في السويس هنا الحمد لله رب العالمين عندنا السيد المحافظ والسيد وزير الامن اداروا الازمه اللي فاتت دي بحكمه وباقتدار شديد جدا. الحمد لله كمان ده انعكس على السويس وشعبها ان نسبه كورونا عندنا في السويس تكاد تكون نادره يعني. طيب حاج مصطفى لو انت امام الشاشه، احنا عرضنا طريق السخنه لحد الادبيه طبعا السويس للصلب، كان رجل اعمال صاحب شركه الرضوان او مجموعه الرضوان الحاج اسماعيل رضوان، تم تكليفه من السيد محافظ السويس بعمل الطريق 14 كيلو، وطبعا عندنا يعني اغنى ثالث شارع على مستوى العالم صلاح نسيم اللي هو طريق الشركات، تم عمل الشارع طبعا هناك بالحدائق والورود من الحاج اسماعيل رضوان والحاج خليل سعيد، وعرضنا الكلام ده على الصور. عندك فكره عن الكلام ده؟ انا عايز اقول لحضرتك حاجه كده يا استاذ هاني شاهد عيان. الشعب السويس كله عارف اسماعيل رضوان ده جزء من تاريخ السويس. اسماعيل رضوان حدوته مصريه. اسماعيل رضوان اثبت ان هو رجل اعمال وطني بنسبه 100%. مش موضوع شارع صلاح نسيم وبس، هتكلم معاك على شارع صلاح نسيم، لكن انا هقول لك عن حاجات كتير عملها اسماعيل رضوان. انا اعرف اسماعيل رضوان من سنين متربيين مع بعض. اسماعيل رضوان وطني درجه اولى، وطني بمعنى الكلمه. بيعمل ومش مستني حد يقول له خد، بيعمل ومش مستني حد يقول له اعمل. الفتره اللي فاتت دي اسماعيل رضوان زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كنت موجود معاك في مشرف معاك في البرنامج، اسماعيل رضوان عمل الطريق ده لوحده. الطريق ده كده المفروض يتكلف اكتر من 45 مليون جنيه، عمله لوحده. تمام. صلاح نسيم اتفرج عليه النهارده وانت ماشي من اول ما تمشي من عند الكبانون لغايه ما توصل مدينه الادبيه بتشوف المنظر البحر، كان المنظر ده كله مختفي. عمله لوحده على الجنبين من اليمين للشمال. طيب يا حاج مصطفى انا عاوز كلمه منك كده طبعا للناس اللي هي موجوده، طبعا رجال الاعمال او الناس اصحاب الخير. طبعا احنا بدانا بالحاج اسماعيل رضوان، عرضنا على الشاشه الراجل ولا داخل انتخابات ولا ليه في محليات ولا هو ولا ابنه ولا اخوه، مش هيخش الكلام ده. نقول ايه للناس رجال الاعمال عاوزين مبادره كده للناس اللي هي المحتاجه والناس الغلابه كده؟ في الحمد لله الفتره اللي فاتت دي ظهر رجال اعمال محترمين كتير قوي، ظهر الحاج خليل سعيد، ظهر الحاج عبد الحميد الكرماوي، ظهر ناس كتيره فعلا. انا يعني ما كنتش متوقع كميه الشنط اللي اتعملت مساعدات للناس، بس انا عايز اقول ان واحد زي اسماعيل رضوان، واحد زي الحاج خليل انا قريب منهم، الناس دي حافظت على العماله بتاعتها كمان. طب هستاذنك يا حاج مصطفى، خليك معايا على الخط، خليك معايا على الخط ما تقفلش، انا هرجع لك. انا معايا الاستاذ محمد فتحي طبعا مدير الطوارئ والتدخل السريع بمحافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ محمد. طيب ماشي، حاول معايا، قطع الاتصال، حاول معايا. اه حاج مصطفى معاك، اتفضل. انا كنت عايز اقول ان مش موضوع الشنط وبس، لا، الرجال اعمال المحترمين دول حافظوا على العماله بتاعتهم. يعني احنا الفتره دي محتاجين الناس تحافظ على العماله، ما تسرعش العماله، لان دي فتره برضو حركه ان شاء الله هتعدي على خير. انا اعرف ان الحاج سمير رضوان العماله اللي عنده كلها موجوده زي ما هي عنده. الحاج خليل سعيد نفس الوضع برضو، رجال اعمال كتير حافظوا على العماله بتاعتهم. خليك معايا على التليفون، خليك معايا على الهاتف، هرجع لك تاني يا حاج مصطفى ما تقفلش. انا معايا مدير الطوارئ والتدخل السريع الاستاذ محمد فتحي من محافظه السويس. مرحب بيك يا استاذ محمد. مرحبا استاذ هاني.
الله يخليك استاذ محمد، بس لو انت قدام الشاشه ابعد لي بس عشان الصدى بتاع الصوت بس. ماشي يا استاذ هاني، اتفضل. استاذ محمد، احنا شفنا طفره كبيره في محافظه السويس الايام الماضيه، وشفنا من يومين طبعا الجنائن والحدائق العامه والشوارع والميادين طبعا تتفنن بالزرع والورود، طبعا خاليه من الناس، وطبعا شعب السويس البطل العظيم تحت تعليمات السيد محافظ السويس والسيد مدير الامن التزموا قعدوا في البيوت عشان طبعا العدوى وطبعا فيروس كورونا. كلمني عن محافظه السويس يا استاذ محمد. والله يا استاذ هاني، طبعا دي كانت تكليفات السيد المحافظ واللواء طارق السكرتير العام والسيد الدكتور النائب والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام المساعد بانتشار افراد الامن والطوارئ والتدخل السريع على جميع الحدائق العامه. طبعا في تواجد رجال مديريه امن السويس بالكامل، طبعا كانت ملحمه، وطبعا كان الفضل كله يرجع لشعب السويس العظيم. طيب استاذ محمد استاذنك بس عشان صدى الصوت، وطي لي التلفزيون شويه او ابعد بعيد عن الشاشه. احنا دلوقتي امامنا على الشاشه طبعا زي ما احنا شايفين كده البحر، وشايفين امامنا الطرق، والجناين هتتعرض امامنا على الشاشه. طبعا احنا عرضنا للحاج اسماعيل رضوان، استاذ محمد طبعا عرضنا للحاج اسماعيل رضوان، عرضنا طريق السخنه، والراجل طبعا قال كان مدير التدخل السريع موجود والطوارئ. كلمني عن طريق طبعا السخنه او الادبيه تطويره. طبعا ده كان تكلفات السيد الوزير اللي هو عبد المجيد فقر، يعني طبعا من ساعه رجليه ما وطئت ارض مدينه السويس الباسله، والراجل طبعا مش داخل جهد على نفسه، طبعا كان تكليف لاداره الطوارئ والتدخل السريع، وكان طبعا بمعونه الحاج اسماعيل رضوان بمعداته. الراجل اشتغل معانا بمعداته وكان بيمون عربياته على حسابه، يعني الراجل قام معانا بمجهود، يعني طبعا ما فيش حد قام بيه في البلد، وهو الوحيد اللي وقف في الازمه. طبعا لما خلصنا من الشارع كان في زمن قياسي جدا على اساس كاس الامم الافريقيه، وبعد كده اخذنا تكليف من السيد الوزير المحافظ بالحديقه بتاعه شارع صلاح نسيم، برضو الراجل وقف معانا. طبعا كان جاب معداته كلها اشتغلت معانا في الرمله، وطبعا برضو الفضل يرجع للحاج خليل سعيد، برضو الراجل وقف برضو، وغريب والحاج غريب، وطبعا في ناس كتير، يعني ناس كويسه بتحافظ على البلد، وطبعا ربنا يكرم الجميع يا استاذ هاني، وكل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان، اشكرك يا حاج محمد، اشكرك. طبعا معايا الحاج مصطفى ابو غبان. حاج مصطفى معايا؟ معاك يا استاذ، اتفضل. كمل لي معاك، معلش مداخلات اصلك على طول. انا عايز اقول لك ان الفتره اللي فاتت دي يعني شهدت تلاحم شعبي كبير وتواصل اجتماعي كبير بين رجال الاعمال وبين محافظه السويس، والفضل برضه يرجع للطريقه اللي تعامل بيها السيد الوزير المحافظ عبد المجيد صقر. الحاج سمير رضوان والحاج خالد سعيد وغيرهم من اعمال، والحاج عبد الحكيم الماوي، ناس كثيره ساهمت وبتساهم في تجميل السويس وفي مساعده محافظه السويس انها تقوم بدورها، والحمد لله رب العالمين. يعني حاجه مشرفه انك انت النهارده شفنا داخل السويس كويسه، داخل السويس نظيفه، داخل السويس كويسه. انا بس النهارده عايز اتقدم بشكر خاص جدا يعني من خلال البرنامج بتاعك للمهندسه فاتن عبد العظيم رئيس حي فيصل، اللي انا بعتبرها ب 100 راجل. وارجو ارجو من سنة بمعنى ايه؟ بمعنى ايه ب 100 راجل؟ بمعنى ايه؟ بتقوم بدور انا ما شفتش رئيس حي بصراحه على مدى عمري، ما شفتش رئيس حي بينزل الشارع زيها. لا احنا عندنا الخمس رؤساء، استنى يا حاج، عندنا الخمس رؤساء احياء كلهم شغالين. السويس بتتغير من وجهه نظرك، عشان احنا اصلا بنعرض على الشاشه. انا ساكن فيه، انا عشان الحي اللي انا ساكن فيه طبعا. طبعا بس هم كلهم ناس كويسين، بس انا هذه السيده سيده محترمه جدا تستاهل تكريم، لانها اثبتت او عشان هي السيده الوحيده بينهم كلهم رجاله يعني. طيب انا بتكلم بصراحه، المفروض الست دي تتكرم. طيب يعني عاوزين كلمه من حضرتك. طبعا السويس راحه بينا على فين؟ السويس رايحه بينا على كل خير ان شاء الله،
انا عايز اقول لك ان ازمه كورونا دي ليها ايجابيات وليها سلبيات. الايجابيات بتاعتها ان هي وحدت الناس. النهارده شعب السويس بيظهر بمظهر مشرف جدا، الساعه 5 الا ربع بتلاقي المحلات كلها فاتحه، يوم الجمعه ويوم السبت الجميع ملتزم، مش على الشوارع الرئيسيه بس، لا الشوارع الرئيسيه والحواري التزام تام، وده انعكس برضه على الحاله الصحيه لشعب السويس. احنا النهارده بتعمل عندنا مشروعات كبيره وعظيمه، النهارده بتفتح كليه الطب، بتفتح مستشفى الجامعي النهارده بتتنشئ، المجمع الطبي اللي في اكتوبر النهارده بيتعمل، مشروعات كبيره اشغالي بتتعمل، حاجات كبيره وحاجات عظيمه. كل الشكر والتقدير للاستاذ المحافظ الوزير عبد المجيد صقر، الراجل ده لما جه يعني انا طبعا كليه الطب، كل الشكر لحبيب السويسه الفريق اسامه عسكر. طبعا طبعا الفريق اسامه عسكر طبعا، ربنا يكون بعونه. اللهم امين. اشكرك ربنا يكون بعونه. اشكرك اشكرك يا حاج مصطفى. بس انا عايز اقول برضو شكر، شكر كل الشكر لسياده اللواء رجب مدير الامن، اللواء رجب عبد العال، رجب عبد العال مدير محترم جدا، ومعاه سياده اللواء عامر، معانا عندنا قيادات الامنيه كلها بالجهات السياديه كلها ناس محترمين متعاونين مع السيد المحافظ. انا مش هسميهم بقى ضباط، لا انا هسميهم عمد، ناس محترمه، ناس محترمه. وسياده المحافظ عبد الجليل صقر مش المحافظ ده، لا ده راجل عاش النجاح، هيعيش طول عمره في النجاح، اسمه بأحرف منظور في السويس. اشكرك اشكرك يا حاج مصطفى، شرفت، كل سنه وانت طيب. احنا معانا ميدو من محافظه السويس، مرحب بيك يا ميدو. استاذ هاني اهلا وسهلا. مرحب بيك، اتفضل، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا استاذ هاني. وانت طيب. دلوقتي احنا كنا بنتكلم طبعا عن زياره الرئيس، وكنا بنتكلم عن رجل اعمال بمحافظه السويس الحاج اسماعيل رضوان، طبعا طور طريق السخنه. لو انت مش امام الشاشه انا بشرح لك اللي حصل. وطبعا كان معانا يعني حاجه بعيد عنك، دي قضيه يعني قضيه تزوير، دي بعيد عنك انت. وكان معانا طبعا الحاج اسماعيل رضوان كان عامل حاجات طبعا للناس اللي هي الغلابه والمساكين، وكنا بنناشد على الهواء كل رجال الاعمال بمحافظه السويس تقف بجانب الناس الغلابه والمساكين في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، فيروس كورونا، وربنا يرفع عنا البلاء والوباء. والله يا استاذ هاني انا بشكر الحاج اسماعيل رضوان على فعل الخير اللي بيعمله مع الناس والله، والراجل ده راجل محترم، وكفايه اللي هو بكل موسم ما بيتاخرش، كل يوم في اي وقت اي حد بيروح له يعني ما بيسيبوش، تمام. والواحد والله زعلان من الظلم اللي بيحصل واواضي التزوير والمشاكل اللي حاصله دي، انا مش عارفين نقول ايه والله يا استاذ هاني. والله ربنا يسترها، وكل سنه وانت طيب، واحنا بنشكر رجال الاعمال، الناس اللي بتقف في الخير وبتساهم في الخير، تمام. اشكرك ربنا، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. وبنشكر الحاج اسماعيل رضوان على وقفته مع ناس كتيره، ناس غلابه وناس اللي بيكون ليها حق بيجيبوا لهم، ما بيتاخرش عنيهم في الخير، واحنا بنشكره كتير والله. الحاج اسماعيل رضوان راجل محترم وما بيتاخرش على حد والله يا استاذ. شرفت شرفت. وكل سنه وانتم طيبين يا باشا. صحه وسلامه، شرفت. طبعا احنا يعني شفنا المداخلات وشفنا الناس اللي بتتكلم في حق الناس اللي هي بتعمل طبعا لله، وناس مش عاوزه ولا كراسي ولا مناصب ولا هيخشوا طبعا انتخابات ولا ليهم في الكلام ده. احنا واخدين الحاج اسماعيل رضوان صاحب مجموعه الرضوان بمحافظه السويس، طبعا اخدناه طبعا نموذج محترم، الراجل بيعمل طبعا لله مع الناس المساكين والغلابه، بيطور في محافظه السويس، مفيش حد بيعمل اللي هو بيعمله، من النادر طبعا اي حد بيروح يعمل اي حاجه بيركن طبعا في جنب، لكن الراجل قال لك دي محافظتي على المداخله الهاتفيه، وقال دي بلدي، وطبعا البلد ليها حق علينا اللي احنا نعمل اكتر من كده فيها. احنا بنناشد رجال الاعمال، بنناشد الناس المحترمه في محافظتي اللي هي محافظه السويس، يا ريت الناس كلها يعني تقف وقفه راجل وتقف وقفه من حديد، ونحط ايدينا كلنا في ايد بعض، ونقف جنب الشباب الغلابه، نقف جنب المساكين، نقف جنب الناس اللي مش لاقيه، لان احنا في ظل ظروف ما يعلم بها الا ربنا، طبعا في حظر، في محلات مقفوله، في كافيهات مقفوله، في شركات اهي بتقفل بتصفي على اساس مش لاقيه اللي هي تدي للعمال، لازم اللي احنا نقف جنب العامل بتاع اللي هو بياخد يومه، اللي هو عامل اليوميه، اللي هو قاعد في البيت طبعا عنده 3 4 عيال لا حول ولا قوه الا بالله، نشوف طبعا عنوانه فين،
نعرف هو سجل في القوة العاملة ازاي، نروح نديله الحاجات اللي احنا، انا راجل كنت طالع عمرة مثلا رمضان، حطيت العمرة بتاعتي في جنب، طلعتها للناس الغلابة اكني طلعت العمرة، الناس اللي كانت طالعة الحج تطلع برضو للناس الغلابة اكنها حجت بالظبط، وده باجر الحج وباجر العمرة عند ربنا. يا بخت من اطعم مسكين او ادى محتاج، الحاجة دي عند ربنا، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظ رجال الشرطة البواسل ويحفظ رجال القوات المسلحة. إن شاء الله مصر في المقدمة. وطبعا النهاردة كان يوم سعيد جدا على طبعا السويسة، وهو حضور السيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، افتتاح طبعا نفق الشهيد أحمد حمدي 2. إن شاء الله السويس المقدمة، السويس الأحسن، السويس فيها محافظ محترم، فيها جهاز تنفيذي محترم، فيها رجال شرطة محترمين وجهات سيادية بتخاف على المواطنين. وقبل ما انهي طبعا الحلقة، أحب أقول للناس اللي بتعمل الصفحات المضروبة عشان تشغل الناس اللي شغالة في الشوارع وفي الأجهزة ورجال الأعمال اللي بيطلعوا الحاجة لله، كل واحد يشوف رجل أعمال منزل حاجة يقول له لا ما تصورش. يا عم انت مالك، صور انت، هو أهم حاجة ما بيصورش الناس اللي بتاخد، ده بيصور الحاجة بيدي رسالة أو دفعة للناس تعمل زيه، هو ما بيصورش واحد محتاج بيقول له خد، انت اعمل زيه، يا ريت تعمل زيه، ايه المشكلة ما تعمل كده؟ ليه بقى احنا نعمل معلش صفحات مضروبة ونقعد نشوه في صورة الناس؟ يعني نقول ايه؟ نقول للناس اللي هي بتعمل الصفحات المضروبة دي لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب، تموت الأسود جوعا في الغابات ولحم الضاني تأكلها الكلاب. طبعا مش عاوز أعكنن على الشعب المصري، وخذوا فرحكم إن شاء الله بالشهر المفترض الشهر الكريم. طبعا ربنا يرفع البلاء والوباء عن الأمة الإسلامية. وبكده هنكون انتهينا من حلقة اليوم، وطبعا يا ريت السيد المخرج الجميل كده يشغل لي اي حاجة رمضان كده وانا بنهي كده عشان الناس تفرح بالشهر الكريم وتحس بالروحانيات بتاعة رمضان. وان شاء الله خليكم معانا في حلقة اخرى، واخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.